بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین آیات نمبر 39 تا آیات نمبر 41 تک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ذريتهم في الفلك المشحون